السلام عليكم، معكم ام نور من قناتي ينسون وكراوية. النهاردة هقول لكم ليه لازم نحط فوطة في غسالة الاطباق. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات الجديدة، وتعملوا لايك للفيديو. دي الغسالة بعد ما خلصت غسيل، شايفين المواعين اللي فيها عاملة ازاي؟ عليها من فوق كلها مية، شايفين مثلا علبة البلاستيك دي عليها مية من فوق، والكوبايات كمان عليها مية، والأطباق اللي تحت كمان بيكون عليها شوية مية. ولازم طبعا عشان المية دي تنشف، بعد ما نطلع الأطباق من الغسالة نفضل ننشفها طبق طبق أو كوباية كوباية. فحل المشكلة دي إننا نجيب فوطة عادية، ممكن فوطة مطبخ بس طبعا تكون نظيفة، ونفرشها فوق الأطباق والكوبايات بالشكل ده، وممكن كمان فوطة تانية على الرف اللي تحت. بعد كده نقفل الغسالة تاني، ممكن نقفلها خالص وممكن نسيب الباب مفتوح شوية لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة هتفتحيها وتشيل الفوطة، هتلاقي كل البخار المية اللي كان على الأطباق وكل المية اللي كانت على الأطباق أو على الكوبايات مش موجودة، الفوطة شربتها كلها. أتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها، والسلام عليكم.